السلام عليكم أصدقائي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، كالعادة لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو، ما تنسوش أصدقائي تدعمونا بلايك للفيديو، دعم وتشجيع لينا. وتسلم إيديكم أصدقائي على الدعم اللي انتوا بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدنا وبتفرحنا. ربنا يسعد قلوبكم جميعا بإذن الله. لو لسه أصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناة أو أول مرة تشاهدوا فيديوهاتنا على اليوتيوب، ما تنسوش أصدقائي تضغطوا على زر اشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديدة. النهاردة أصدقائي بقدم ليكم أداة تستاهل إنك أنت تستخدمها، لأنها هتعمل على تنظيف النظام بتاعك أو الويندوز بتاعك بشكل كبير جدا من الملفات الغير ضرورية والغير هامة المتراكمة اللي بتبطئ عندك النظام باستمرار مع استخدام النظام بتاعك. يعني زي ما احنا عارفين بنثبت الويندوز اول اسبوع تاني اسبوع شغال معاك كويس، بعد كده طبعا بتلاقي النظام بدأ يبقى بطيء وتجيل معاك واحدة واحدة. فبصراحة الاداة دي حجمها اقل من 1 ميجا، ولكن بصراحة هتفيدك بشكل كبير جدا، وطريقة استخدامها مش هيستغرق معاك 5 ثواني على الاطلاق، والاداة حجمها صغير جدا وطريقة استخدامها بسيط جدا. وطبعا انت ممكن تستخدم الاداة دي قبل مثلا ما تشغل لعبة، قبل ما تشغل برنامج، عملت مونتاج او استخدمت الفوتوشوب. طبعا بتكون في ملفات متراكمة او في ملفات وكاشات داخل النظام بتاعك بتتراكم بسبب برنامج المونتاج اللي بتستخدمه او بسبب لعبة انت لعبتها. اي حاجة انت بتشتغل عليها دايما بتعمل كاشات وبتعمل ملفات غير ضرورية، ودي بتتراكم مع مرور الوقت باستمرار. فالأداة صديقي انا هقول لك ازاي تستخدمها، هسيب لك الرابط بتاعها موجود اسفل الفيديو في الوصف عشان تبدا تحمل الأداة. ولو انت صديقي مش عارف ازاي تحمل الأداة، برضه هسيب لك فيديو داخل التدوينه هتعرف من خلال الفيديو ده ازاي تحمل من الروابط اللي احنا نضيفها في القناه او في الملفات بتاعتنا بكل بساطه. طيب عشان تبدا تستخدم الأداة، بتيجي على الأداة كليك يمين، بعد كده اكستراكت هير. بعد ما تفك الضغط عن الأداة زي ما شايفين ملفين صغيرين جدا اهم، تقدر من خلالهم انك انت تنظف الكاشات او الملفات المتراكمة او اي ملفات غير ضرورية وغير هامة بتتراكم عندك في النظام بتاعك. والملف التاني خاص بالسبيد، يعني هزبط لك اداء النظام كده فهيكون عندك سلس في الاداء وفي الالعاب بكل بساطة. طيب بنيجي على الاداء الاولانية اللي هو الكاش كلينر. كل اللي عليك كليك يمين، بعد كده بتضغط على run as administrator، بتستخدم الاداة كمسؤول، وبتضغط على yes. في اللحظة دي يا صديقي هو بيبدأ يتخلص لك من كل الملفات الغير ضرورية والغير هامة ببساطة شديدة جدا، واستخدام الأداة مفيش أسهل من كده على الإطلاق. طبعا أنت بتبدأ تستخدم الأداة زي ما شايفين هو بيبدأ يتخلص من الملفات المتراكمة بشكل أوتوماتيك أول ما تشغل الأداة برون أز أدمنستريتور أو كمسؤول. بتنتظر طبعا لحد ما بيخلص، وبعد ما بيخلص برضه بنستخدم نفس الطريقة الأداة التانية أو الملف التاني بكل بساطة. بس الأول لازم تخليه يخلص الملف الاول. طبعا زي ما شايفين هو بيبدا ينزل لتحت بالسكرول كده بشكل اوتوماتيك لحد ما بيخلص، وبعد ما بيخلص بتقدر تستخدم الاداه الثانيه، والاداه الثانيه بيكون استخدامها اسرع من دي. زي ما شايفين كده هو دلوقتي يعتبر خلص كل الملفات الغير هامه والغير ضروريه المتراكمه عندك في النظام. بتيجي على الاداه الثانيه اللي سبيد، كليك يمين، بعد كده رون از ادمنستريتور، بعد كده بتضغط على يس. وكده انت صديقي قدرت تنظف النظام بتاعك بشكل كبير جدا من الملفات دي اللي هتبطئ لك النظام واللي بتسبب لك مشاكل كثيره جدا في الالعاب او بيكون عندك فيه لاج. فطبعا الادوات اللي زي كده انت شايف ان حجمها صغير، ولكن طبعا هتفيدك بشكل كبير جدا. طبعا بالاضافه صديقي ان الاداه فيها اوامر، الاوامر دي زي ان هو يقدر ينظف لك ملفات التيمب بالشكل ده، وطبعا في اكتر من ملفات زي الهيستوري وزي الكوكيز وزي الريسنت وطبعا غيره من الاوامر اللي
اللي هي مضافة داخل الأداة، فبشكل أوتوماتيك أول ما بتستخدم الأداة بيبدأ ينظف لك كل الملفات دي بضغطة زر واحدة. أتمنى أصدقائي إن أنا أكون قدرت أفيدك عن طريق الأداة البسيطة دي، نظف الكمبيوتر بتاعك ونظف النظام بتاعك بشكل بسيط جدا عن طريق الأداة دي اللي أنت مش هتقدر تستغنى عنها في أي نظام أنت موجود عندك. برضو استخدم الأداة دي، استخدمها على الأقل كل أسبوع مرة مثلا، أو مثلا كل يوم مرة عادي، مفيش أي مشكلة. الموضوع سريع جدا إنك أنت تقدر تنظف الكاشات دي. فده أصدقائي بكل اختصار الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى أصدقائي إن يكون الفيديو نال إعجابكم. في النهاية أصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو، دعم وتشجيع لينا، وتسلم إيديكم أصدقائي على الدعم اللي أنتوا بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدنا وبتفرحنا. ربنا يسعد قلوبكم جميعا بإذن الله. لو لسه أصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناة أو أول مرة تشاهدوا فيديوهاتنا على اليوتيوب، ما تنسوش أصدقائي تضغطوا على زر اشتراك في القناة، فعلوا زر التنبيهات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.